أنا أعتبر نفسي سايبر، فأنا أملك دائرة نورث ستار مزروعة في يدي، كما أملك قطعتي مغناطيس وشريحة تواصل قريبة المدى في يدي تساعدني على نسخ أنواع مختلفة من البيانات، وأستطيع مسحها ضوئيا بهاتفي لأفتح تطبيقات أو ملفات محددة. وأملك أيضا رقاقة بايوثيرم في هذه العضلة تمكنني من معرفة درجة حرارة جسدي. مرحبا، اسمي جاستن وورست وعمري 30 عاما، أنا عالم أثار. منذ أن كنت صغيرا وأنا أحب أفلام حرب النجوم وستار تريك وكل شيء يتعلق بالخيال العلمي والروبوتات والسايبر، وعندما سمعت لأول مرة بجريند هاوس وأن هناك مجموعة من الناس تعمل بتلك الأمور قلت لنفسي يا إلهي هذا رائع، فالعمل معهم هو الطريق لتحقيق المستقبل الذي حلمت به منذ الطفولة. الكثير من الأدبيات ألهمتنا كروايات السايبرغ وأفلام الخيال العلمي وكل شيء من هذا القبيل. لدينا جهاز نسميه سيركيديا، نريد من خلاله ربط الناس بهواتفهم الذكية عن طريق البلوتوث، ما يساعدهم على معرفة ضغط الدم وضربات القلب وحرارة الجسم. أعتقد أن أي شخص يستطيع تعريف نفسه كسايبر إذا كان لديه أي نوع من التكنولوجيا في جسده أو أي شيء من صنع الإنسان مزروع به.